أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وهنا نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت، حلقة مهمة بأحداثها بمتابعاتها بضيفها المتواجد ويانا داخل الاستوديو. قبل ما أخذ المتابعات ونتحدث، أرحب بضيفي المتواجد وياي داخل الاستوديو دكتور المدرب الكروي الدكتور صالح راضي. حياك الله أستاذ صالح، وعضو الاستشارة في اتحاد كرة القدم. الله بحييك، تحية لك وإلى جمهورك الكريم. تحياتي لك، أنا رحبت فيك في البداية حتى نتحدث عن المتابعات وأيضا ناخذ رأيك نستغل وجودك. البداية يوم أمس منتخب الناشئين في أول مباراة تفوق على المنتخب المغربي بهدفين لهدف، نروح نتابع ونرجع. مبروك
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، حياك الله دكتور صالح راضي، ومبارك هذا الفوز لمنتخب الناشئين كمستشار ومدرب كروي ولك المام. كيف شاهدت اداء منتخبنا يوم امس؟ كعراقي يعني كمواطن عراقي ومختص، الفريق كان مستوى ليس بما تتمناه، يعني حتى نكون واضحين ودقيقين بالتصوير او بالتعبير، الفريق ادى مباراه جيده ونتمنى ان يتجاوز بعض الاخطاء في المباريات القادمه. ممكن تغيير المدربين وهذه الكادر التدريبي طبعا هم يعني ما ممكن المدربين راح يكونون بمستوى يعني خلينا نقول المسؤوليه بالوقت اللي يتيح له، وقت قليل يعني، قد اكون انا مخطئ في طرحي هذا بمطالبتهم بمستوى عالي، لكن بشكل عام اللي يشوف المباراه يعتبر الفريق يعني كامل الاستعداد او كامل التجهيز، لكن ما اريد اظلمهم، بالعكس يعني النتيجه جدا ايجابيه ومبروك علينا جميعا ان الفريق العراقي يكون بهذا، والناشئين يكون يفوزون على المغرب. المغرب فريق جدا قوي، كرة متطورة، وفريق يعني وضع ممتاز في المباراة، وخطرنا بأكثر من مناسبة، لكن المثابرة بالنسبة للاعبين وعمل وجهد المدرب الكبير، أعتقد يعني بذل جهد كبير في إيصال الأفكار اللي يريد يؤمن بها اللاعب وينفذها بالملعب، أعتقد هاي ثمرة يعني ثمرة لجهد، يعني اعتقد احنا نطلب منهم اكثر ما هم يقدرون يقدمون. تمام. بصراحه اليوم انتم كمستشارين كم شخص انتم؟ هي بين هيئه بين لجنه بين يعني هم اربعه، المستشار انور جسام، كابتن انور جسام، والكابتن حسن فرحان، والكابتن نزار اشرف، و انا رابعهم. انت رابعهم. اليوم ما تكون اضافه اذا تتواجدون ويا المنتخبات الوطنيه؟ ممكن يعني ممكن يصير، هو كان هنالك اقتراح يعني. صح، طبعا هو مهم يعني بهذه المرحله، لكن تدري كل اشياء تصير بسرعه، بس هنالك ايمان، هنالك يعني اتفاق انه يعني حتى لو تتقسمون على المنتخبات دكتور. فعلا هو حتى مو صح؟ حتى صار قرار يعني، هذا بيه قرار داخلي باللجنه بموافقه السيد رئيس الاتحاد اللي هو كان موجود يعني، وايضا تم يعني كتابه التقرير بهذا الخصوص وتمت الموافقه عليه، لكن يعني ليس فورا وانما ربما في المستقبل يكون هذا موجود. تمام، اروح اتابع المتابعه الاخرى ومن بعدها ارجع اتحدث وياك. مشاهدينا الكرام، اليوم تم التوقيع مع الكابتن راضي شنيشل مدرب للمنتخب الأولمبي، وأعتقد هو اللي راح يقود المنتخب الوطني في البطولة الرباعية. أكثر حديث طبعا مبارك للكابتن راضي شنيشل ومن معاه. أنا بس عندي رأي واحد، أنه كان ممكن أنه يكون مدرب للمنتخب الوطني، بما أنه ماكو أموال، بما أنه اليوم صعب تواجد المدرب الأجنبي، كثير اكو معرقلات، المدرب المحلي هو يعرف إمكانية اللاعب، يعرف كثير من التفاصيل، عايش الواقع، كان بالإمكان انه نسمي مدرب للمنتخب الوطني ونشوف منو الأفضل ممكن
يتواجد وعندنا بطولة كاس خليج، لكن أكثر دكتور صالح راضي سميته الكابتن راضي شنيشل. هو التسلسل كالآتي، أنه سمينا المدرب للمنتخب الأولمبي بانتظار تسمية المدرب للمنتخب الوطني، اللي يعني كنا منتظرين الجانب المادي، وبعدها صار هذا الموضوع المظاهرات وعدم الاستقرار صار عائق أمام التعاقد مع المدرب. لكن بالمحصلة هو راضي شنيشل، الكابتن راضي شنيشل مدرب للمنتخب الأولمبي، وتم الاعتماد عليه يعني متفضلا أن يكون مدرب منتخب وطني لهذه الفترة القادمة. زين، نحكي احنا حكي الناس اللي سمعها دكتور، يقول لك شنو اللي خلاكم تختارون الكابتن راضي شنيشل؟ يعني بالتوفيق ويستاهل، هل هو افضل من كل الموجودين؟ لو الاختيار كيف تم اليوم؟ هو الاختيار يتم كالاتي: ترشح اسماء تطرح على اللجنة الفنية واللجنة الاستشارية. بالفترة الأخيرة صار اجتماعات مشتركة بين اللجنة الفنية ولجنة المستشارين، تم ترشيح بعض الأسماء، يعني قحطان كثير، حسن أحمد، ويعني بعض المدربين الآخرين أيضا. كان اسم حكيم شاكر مطروح على المنتخب، حكيم كان على المنتخب الوطني. نعم. بالنسبة للتسمية هي اختصاص المكتب التنفيذي بالاتحاد، يعني زين هو المسؤول. ليش رحتوا باتجاه انه الكابتن راضي شنيشل للبطوله الرباعيه؟ ممكن يكون ثقل عليه، ليش ما يتفرغ للاولمبي؟ يروح يتاكد، يبحث عن اللاعبين المغتربين، وممكن انطي المهمه اليوم لحكيم شاكر مع صالح راضي، لحكيم شاكر مع نزار، لحكيم شاكر. انتوا رايحين باتجاه المدرب المحلي يا دكتور وما عندكم فلوس، ليش ما رحتوا بهذا الاتجاه؟ ممكن باشر هم يصير لغط عليكم، صح؟ هو مو تهرب من المسؤوليه، بس هي هاي سلطه المكتب التنفيذي. بس انتم اليوم لكم دور دكتور. احنا نرشح الاسماء، والمكتب التنفيذي ربما لا يقتنع بكل الاسماء اللي رشحها، يعني هذا الموضوع يعني ما نستحي من نحكي به، نقول انه احنا راينا استشاري فقط. انا بتقديري المتواضع انه هذا بالعكس فرصه بالنسبه للكابتن راضي شنيشل انه يتعرف على اللاعبين، فرصة لبناء أو مو ليس بناء إنما إعداد الفريق للمستقبل بشكل مبكر، راح يعطي رؤية أفضل لمستوى اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم بالفترات القادمة. يعني راح يجي مدرب أجنبي، لو راح يبقى الخيار ممكن على حكيم أو من معاه؟ بصراحة دكتور يعني حتى الناس تفهم. لا أنا شوف قلت لك إحنا مستشارين قبل يمكن شهر ونص انطينا الأسماء أو أكثر. الاتحاد كان عنده الجانب المالي لفتره قصيره، لم ما ادري جزء استلم او ما استلم، يعني ما عندي معلومه انه استلم فلوس او ما استلم الاتحاد، يعني هذا عائق اول بالدرجه الاولى. اضافه الى يعني صار موضوع المظاهرات واللا استقرار ايضا صار سبب في تاجيل التعاقد مع المدرب. انا متاكد انه الاتحاد عنده مدرب وربما اكثر من مدرب متفق معهم، وينتظر نقطة الانطلاق في فترة قريبة إن شاء الله. أكثر من مدرب أجنبي؟ أعتقد يعني تقدير متواضع، يعني لأنه إحنا رشحنا بعض الأسماء وبعدها أيضا جت أسماء أخرى يعني عرضت كسير ذاتية، ربما يكون أحدهم مقبول في عملية التدريب. راح يكون هذا مقبول ممكن؟ ممكن يعني من هم؟ لا هم يعني الاسماء اللي ببالك انت برايك حتى لو ما نقول هم لكن اللي براي صالح راضي. اللي الاسماء اللي رشحناها قبل شهر ونص او اكثر بعدها ايضا صار سير ذاتية جتي عبر يعني وكلاء. على مستوى عالي دكتور؟ طبعا كلهم بمستوى عالي. يعني فد اسمين؟ ما لا لا انا تعفيني من هذا الموضوع، لانه يعني هذا اتفاق ادبي بيناتنا باللجنه انه من طلع سر لسبب واحد. زين هو هذا سر اول وتالي راح ينعرف. ينعرف بس انت فرق من تتفاوض يا مدرب انه يعرف مدرب اخر سعره مثلا 100,000 دولار وتجي عليه يطلب اكثر، يقول لك ما طنطيت 100,000 انا اريد 200 مثلا على سبيل المثال. هذا موضوع بجانب يعني الماديه حصرا بالجانب المادي، ربما الشروط الاخرى. زين جنسيته؟ اكثر من جنسيه موجوده، جنسيه يعني اوروبيه يعني ثلاثه ممكن اللاتينية. راح تقتنعون بيها. هو انت يعني اليوم يمكن او قبل يومين صرح
السيد أحمد الموسوي بأنه المدرب ربما يكون إسبانيا، يعني هذا اتحاد هو عضو مكتب تنفيذي فهو أقرب إلى القرار، هو أقرب إلى النقاشات العميقة، وبالتالي ربما يكون مدرب إسباني ما أعرف يعني، بس إحنا انطينا أكثر من جنسية وكان القرار هو للاتحاد. تمام. عندنا متابعة صورة مخرجنا، ممكن صورة اتحاد القدم يرفع تسعيرة الفئات العمرية اللي هي بالاعتراف من 500 إلى 1,000,000 دينار، يعني هذا بصراحة فتشي أمر أنا أشوفه معيب. قبل كان الاعتراف إذا أكسب الاعتراف ترجع الأموال إن كانت 500 أو ربع أو مليون، لكن اليوم من زايد أنت من 500 للمليون كأمين سر وما ترجع الفلوس، هذا راح يخلي الواحد ما يعترض وروح زور شو سوي سوي. فأني أسأل، يعني أسأل اتحاد كرة القدم، أسأل الكابتن عدنان درجال، إنه معقولة الشخص إذا يجي يعترض على شخص مزور تأخذون منه 1,000,000 دينار والمليون ما ترجع في حال كسب الدعوة أم لم يكتسبها؟ هسه حتى بالمحاكم من تكتسب دعوة يقول لك أجورة حاب المحاماة ترجع، صح له غلط؟ زين هاي شنو معناها؟ زين هاي الفلوس وين جاي تروح؟ يعني البارحة خابروني أحد الأندية رايحين أمين السر الأستاذ محمد فرحان يقولهم صارت 1,000,000 دينار وإن في حال أنه نجح الاعتراض ما ترجع الفلوس. ما أعرف أنا شنو هذا السر وشنو الغاية منه وليش التسعيرة 500 صارت 1,000,000، ما أعرف دكتور. يعني يصير أنه فئات عمرية تقدم اعتراض أنه فلان مزور أو فلان همينا 1,000,000 وهمينا ما ترجع، هذا هذا موضوع إداري يعني. قد أنت برأيك يعني ما أعرف السبب الرئيسي، يعني بيفشي تطوير؟ لا لا مو تطوير، ربما 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 يعني أنه بس موضوع إن ترجع أو ما ترجع هذا موضوع آخر، لكن أنه لا يصير عملية الاعتراض عملية سهلة جدا بحيث تكثر الاعتراضات. أعتقد يمكن الخبر منقوص، يعني يمكن الفلوس إذا نجح الاعتراض ترجع، ما أعتقد يعني هذا تقدير. لا لا بدون رجعة، أنا اليوم كانوا يتحدثون معي النادي اللي قدموا هذا الاعتراض، ما أعرف. المفروض إذا نادي مزور وخسر مثلا اعترضت حضرتك على نادي معين، نعم النادي اللي اعترضت عليه 1,000,000 لازم هذا النادي هو يسدد 1,000,000، مو صح؟ هذا المفروض اللي أعتقده صح. فالفريق المزور هو يتحمل المبلغ المادي. هو راح أتحدث وياك حتى أطب بمحور حلقة مهم، أنه عندنا تصريح للمشروع الوطني للكرة العراقية، مشروع الحلم، نروح نشوف شنو اللي يتحدث به ومن بعده نرجع. الرياضة العراقية شكلت لجنة قبل أشهر لدراسة واقع الرياضة العراقية وكيفية النهوض بها من الأخوان الأساتذة كلهم ذو اختصاص في مجال التربية الرياضية والتخطيط. وبالتأكيد كل إحنا نعرف إذا كل مؤسسة سواء كانت رياضية أو مو رياضية إذا ما تعتمد على الإدارة والتنظيم والتخطيط ما راح تكون تحقق الأهداف اللي تريدها. فاللجنة شكلت من قبل وزارة الشباب من ضمن المقترحات عديدة، فمن آخرها اليوم سمعت مناقشتها هو تشكيل لجنة وطنية حتى تساهم بتنفيذ المشروع الوطني، لأن هذا المشروع كبير جدا يحتاج لجهود كل مؤسسات الدولة، يعني تقريبا أكثر من 10 وزارات ومؤسسات ذات العلاقة بهذا المشروع راح تكون هي اللجنة الوطنية في إقرارها من قبل الدولة. ليش؟ لأنه هناك يراد لها دعم مالي كبير جدا، بالرغم احنا طلعنا على بعض التجارب اللي دول الجوار والدول العربية والآسيوية والأجنبية شفنا الخطط، ما نقدر نجيب خطة جاهزة من الخارج نطبقها بالعراق، كل بلد له خصوصية. ما هي أبرز المعوقات اللي واجهتكم بتطبيق هذا المشروع؟ نحتاج كثير من شغلات لاحظناها من خلال تعمقنا بالواضع، انه اللي رادنا اعداد الكوادر اللي تنفذ هالمشروع بالأندية، المدربين، الإداريين، الفنيين، هاي كلها يحتاج لهم إلى دورات، فقدان المختبرات العلمية، المختبرات الفنية، وخاصة المشروع
مشروع البناء البطل الأولمبي يحتاج لفترة طويلة، وعلى ما أراد له أراد خبراء خاصين في مجالات عديدة نفسية واجتماعية وثقافية. بس إحنا لن نستعجل بالأمور، هاي الخطوة الأولى أنه أن نبدي بصحيح. صحيح يحتاج له وقت، مع الأسف إحنا يعني في مجتمعنا يريدون النتائج بكرة. فاز الفريق العراقي بالقدم بالسلة، هاي نفرح بها. أنتم اليوم كلجنة وضعتوا سقف زمني محدد أم أنه سم؟ لا لا، بعد عندنا مجال، عندنا مجال، ما نقدر نحدد، وكل شيء ما عندنا. ما هاي أول مبادرة بالشباب، بالوزارة الشباب، أنه تشكل لجنة لتوضع الخطة استراتيجية. يعني طلبت وزارة الشباب أنه عندكم خطة استراتيجية، ما موجودة لا هسه ولا قبل 20 سنة، ما موجودة يعني. فنحتاج إلى وقت، يحتاج لها شوية وقت وبهدوء توضع، ومشاورات للدور بين الخبراء والمجالات الأخرى. ذكرت أن 10 وزارات مشتركة بهذا المشروع، هل هناك ترحيب من قبل الوزارات أم هناك تخوف؟ ما وصلت هاي إحنا هاي قريناها، راح ترفع للحكومة العراقية تقرها حتى تصير رسمية. وأيضا حددنا مواصفات الممثل وزارة، لها خبرة بمجال الرياضي، مجال الأنشطة، لها خبرة بالإدارة. إحنا أهم شيء أن الإدارة هي بكل شيء، حتى بالنسبة لكم الإعلام، إذا ما عندكم إدارة ما تقدر تنقل الحدث مثل ما هو مطلوب. شكرا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. دكتور، رأيك بما تحدث به دكتور غسان؟ أول شيء بتحية الأستاذ الكبير غسان محمد صادق، أستاذ دكتور غسان محمد صادق، أحد الأساتذة اللي درسوني ورجعتني الأيام الحلوة اللي كان بيها بالكلية، كان عميد وإحنا طلاب ماجستير في تلك الفترة. كانت أسعد أيام حياتنا وأحلى وأجمل أيام عشناها في تلك الفترة. هذا الأستاذ هو علم الإعلام العراق، يعني خبير وعالم في اختصاصه. ما تحدث عنه هو مشابه إلى المجلس الرياضي الأعلى، وهو ما كنا ننادي به بالسابق، اللي هو يمثل ممثلين عن جميع الوزارات بالاختصاص الرياضي. طبعا كل الوزارات اللي هي أهمها وزارة التربية، التعليم العالي، وزارة الدفاع، هذين ثلاث مؤسسات مهمة جدا في رفد الرياضة بالرياضيين والخبرات والمواهب. يعني بالتربية تختار النماذج اللي تتمناها بالمستقبل، التعليم العالي تنضج الأساتذة والمدربين، صح. الجيش ينظم يعني الشباب اللي هم بعمر 18 سنة في تلك الفترة، كان يعني خدمة عسكرية إلزامية، وبالتالي يكون الرياضي عنده دافع أن يتجه نحو الرياضة للابتعاد عن الجانب العسكري. هذه ثلاث وزارات. الوزارات الأخرى اللي هي أيضا يعني كانت وزارة التجارة لها فريق، وزارة الصناعة ما زال عندها فريق الآن، عدد من الوزارات المهم كانت لها، النفط كان لها يعني وما زالت النفط الآن ما شاء الله يمكن 5 فرق عندنا. المهم في هذا الموضوع أنه يطرق إلى عملية تنظيم العمل بشكل صحيح، وهذا أمر مهم جدا. إحنا الآن إذا ما اشتغلنا بشكل صحيح راح نبقى نراوح بمكاننا ونرجع شوي شوي، مثل ما دا نرجع إحنا صار فترة يمكن 8 سنوات أو 10 سنوات، شوي شوي دا نرجع للخلف، يعني شوية شوية ما دا يبين عندنا، بس بين فترة وفترة نحس بأنه إحنا أصبحنا متخلفين عن الحالة المتقدمة. وضروري نروح بهذا الاتجاه دكتور؟ ضروري جدا، لأن إحنا الاحتراف لحد الآن ما نجح عندنا. الاحتراف عملية لا تنسجم مع الواقع العراقي، ظروف العراق، عدم وجود مستثمرين، عدم وجود شركات، عدم وجود ناس عندها استعداد تعطي فلوس تستثمر بالوسط الرياضي، لأنه الوارد ضعيف، الوارد ربما صفر، ربما يخسر. فلذلك نلجأ إلى الوزارات والحكومة، لأن إحنا يعتبر احتراف مقنع. إحنا الهواية الآن، إحنا الفريق الآن إذا ما عنده مؤسسة ما عنده فلوس، يعني أحسن الأندية عندنا تدعم الوزارات. لذلك إحنا ضمن الهواية، ما زلنا ضمن الهواية، يعني الاحتراف إحنا ما زلنا بعيدين عنه، ونتمنى إنه نلتحق بالركب، لأنه هذا الموضوع مؤلم، ويعني مرات تخجل إنه تقول أنا ما أقدر أسوي احتراف في بلدي في كل الرياضيات،
الرياضات عفوا، يعني مو فقط في كرة القدم، كل الرياضات يعني كل الألعاب الأخرى لازم نروح باتجاه. يعني اليوم التقيت بملاكم يعني صدفة في ظرف معين، فقال احنا ما عندنا طموح يعني كملاكمين، ما عندنا طموح انه نحقق شيء، او لانه الوارد المادي بالنسبة لهم ضعيف جدا. وفعلا احنا اذا ما نهيئ السبل المناسبة لان يكون الرياضي في حياة كريمة وينعم بالاستقرار الامني او الامن المادي او الامن الاقتصادي، ما راح نقدر نخلق من هذا الرياضي، او ما راح يصير عنده طموح بانه يضحي في سبيل ان يبقى في هذه اللعبه لانه الظروف الماديه ما تساعده. تمام، اريد اروح وياك بمحور جدا مهم اللي هو اصدار الكتاب الاخير للدكتور صالح راضي. خلينا نشوف صوره اللي هو تقييم لا تقويم. تقييم يعني لا تقويم. إيه مخرجنا بقي لنا الصوره، واريد تتحدث لي يعني بالوقت المتبقي عن هذا الكتاب وشنو الغاية منه وشنو المحاور الأساسية بهذا دكتور. طبعا هذا كتاب هو كتيب وليس كتاب. كتيب يعني أخذت عهد على نفسي أنه ما ألف كتاب إذا ما كان بشيء جديد أو يضيف معلومة جديدة للوسط العلمي أو الوسط الرياضي. الموضوع التقييم والتقويم يعني صار فترة طويلة تستخدم به مفاهيم غير صحيحة، يعني عدم التفريق بين التقييم والتقويم هذه يعني سبب لنا نوع من الارباك في عملنا كوسط خلينا نقول أكاديمي. استخدام العلماء في ما أعرف يعني ما قاريها يعني دول أوروبا وأمريكا، لكن اللي عرفه نقلا عن الأساتذة أنه عندهم هناك يعتبروا تقويم، والوطن العربي على الإطلاق يعتبر الموضوع هو تقويم. تقويم شنو دكتور؟ تقويم الآن لما حضرتك طبيب الأسنان من يشوف عندك يعني عند الطفل أو عند الرجل عنده مشكلة في الأسنان، تقدم الأسنان أو يعني خلل معين، يسوي له تقويم حتى يرجعها الى وضعها الطبيعي. اي بمعنى انه التقويم هو تعديل الشيء او تصحيح الخطا من خلال اجراءات معينه. انت الان يعني عندك جانب الصحي ضعيف، مثلا جانب الصحي ضعيف مثلا كرياضي، فانت شلون تقوم الرياضي؟ من خلال تعطي تمارين صحيحه، تعطي دواء صحيح، تعطي علاجات صحيحه، راح يصحى اللاعب من الاصابه مالته، راح يمارس العملية التدريبية بشكل صحيح. بهذا الكتاب؟ لا، هذه المفاهيم المستخدمة الآن اللي نصححها، لأن هو جزء أول، بعد بجزء ثاني بجزء. وجزء بهذا الجزء شنو الموجود دكتور؟ الموجود أنه صححنا خطأ شائع اللي هو أنه ما حد يعني ما كان يفرقون بين التقييم والتقويم. التقييم ما هو التقييم؟ التقييم الآن لسه واحد يبغى على البرنامج مالنا يقول هذا برنامج حلو، أو يقول والله مو خوش برنامج هذا. نعم. أو يقول وسط مثلاً على سبيل المثال يعني. تمام. أو مثلاً الضيف هذا الضيف غير مرغوب به. صح. أو واحد يقول لا والله ليش خل نسمع هذا تقييم بسبب الخبرة وبسبب يعني تتحسس الموضوع من خلال نظر السمع، تشوف اللي يحكي صحيح لو خطأ، فأنت راح تقول عليه هذا عوفة، هذا ما مو زين، هذا ما يفتهم، ما يحكي، ما مدى ايش صحيح، فعوفه لا تدوخ نفسك. هذا تقييم مباشر، مثل ما تجيب الان استكان الشاي اول ما تشربه تقول مر، هذا تقييم، او تشوفه حلو تقول هذا تقييم. التقويم لما يكون الشاي مر من ارد اقومه اخلي له شكر، هذا الشكر راح يعدل من طعمه، فسوينا له تقويم لهذا الشاي، يعني سوينا له بحيث يعني توازن. ما دافها بالحركه يعني تريد بالرياضه مثلا؟ لا انا اريد المخرج يعطيني الصوره مال الكتاب. لا المخرج يعطيني الصوره مال بريك وبنزين. اي فلذلك هذا الكتاب استخدم يعني كلمه التقييم اللي هي راح ان شاء الله يعني بعد ما راح ندخل في محاضرات في الكليه في الجامعه، وبعد ما نقنع الأساتذة والعمادة في أن يتغير. زين ليش خليت التقييم لا تقويم؟
لأنه هو تقييم ما ليش مو التقييم والتقويم؟ لا التقويم ما له علاقة حلو السؤال جدا مهم هو هذا فعلا السؤال اللي ينطرح ليش؟ مو تقييم وتقويم احنا الآن خلينا نقول بالاختبار والقياس وهذا التقييم اختبار وقياس يعني هذا كل الفحوى مع الكتاب يتعلق بموضوع اسمه الاختبار والقياس الاختبار والقياس مثلا الآن أنا أجي أقيس السرعة ماتك مثلا تركض 100 متر المئة متر ماتك خلينا نفترض أنه حضرتك تقطعها ب14 ثانية هذا يسموه اختبار تقويم ما له علاقة بالموضوع أو أجي أقيس وزنك وزنك مثلا 65 كيلو مثلا هذا يسموه تقييم هذا قياس تقييم لوزنك تقييم لطولك تقييم ل صح هذا كله عملية إصدار أحكام على موضوع معين وفق مقاييس وفق اختبارات هذه الاختبارات اللي هي الآن يعني ليش ركزت اليوم أنه نشرح في هذا الموضوع زين منو اللي يقيم بس ومنو اللي يقوم دكتور خل أقول لك هسه الآن أنت لما ركضت المئة متر ركضت بيها جبت 14 ثانية منو يقومك المدرب يستخدم برنامج تدريبي مناسب لك بس شنو يعتمد على اختبار القياس اذا ما عنده اختبار القياس مثل ما هذا الخطأ الشائع الان الكرة العراقية في تراجع بسبب عدم استخدام هذا المفهوم وانما المضمون ايضا يعني لازم يجب يعني احنا هذا نسميه على الداتا بيس اللي هو المعلومات عن كل لاعب لازم تكون حاضرة في كل نادي الآن أنت سميته تقييم لا تقويم تقييم هو الآن هذا بعد تقويم موضوع آخر مثل ما الآن أنت عندك الضغط قاس الطبيب الضغط عندك طلع عندك مرتفع فهذا اختبار أو قياس نعتبره بس من ينطيك دواء يعطيك حباية أو ينطيك مثلا شيء معين يعدل الضغط مالك هذا يسموه تقويم معنى الطبيب قوم بس ما له علاقة بالاختبار الاختبار هو انطاك مؤشرات انه هذا الانسان عنده الضغط عالي او عنده السكر مثلا مرتفع فالطبيب يعتمد على نتيجة اختبار صح يجي هنا موضوع التقييم هذا موضوع التقييم في كل مجالات الحياة موجود يعني في اي مكان يعني بكل العلوم بكل المجالات التقويم موجود وحاضر لكن المفهوم الخاطئ انه يطلق على الاختبار والقياس وهو ما له علاقة بالاختبار والقياس انما الاختبار والقياس هي عملية تقييم يعني الآن تريد تدرب فريق تسوي اختبارات على ضوء الاختبارات هذه أهمية الكتاب على ضوء الاختبارات وإلا المدرب هاي خلي يسمعوني كلهم ولا يزعلوا مني المدرب اللي يعمل بدون إجراء اختبارات فهو يعمل بشكل عشوائي المدرب الذي لا يعمل وفق الاختبار والقياس فهو يعمل بشكل عشوائي وغير مدروس وما يدري النتيجة إيش راح يصير عنده وما يعرف التطور اللي راح يصير عنده ايش قد او وين نقاط الضعف وين نقاط القوه يعني المدرب اللي ما يعمل بالقياس الكل على الاطلاق أي؟, اي مدرب لا يعمل بالاختبار والقياس كاساس او كخط شروع لبناء البرنامج التدريبي او المنهج التدريبي يعتبر عمل عشوائي يعتمد على عامل الصدفه ويتحمل موضوعين الخطا او النجاح والفشل اها إلا أن الاختبار القياس يضمن لك تطور اللاعب يضمن لك معرفة التطور في مستوى اللاعب البدني أو المهاري أو الذهني أو كل المتغيرات الأخرى مو البعض ما يقتنع طبعاً هاي مشكلتنا صح؟ الكبير هاي أنا يعني محرج أسئلك هالسؤال لا بالعكس أقول خاف تأخذها بغير نظرة لا بس مثل البعض يقول لك هاي جدي يسولفون رحم الله وديك مو صح؟ أنا هذا اللي دا أقول لك يا هذا المشكلة بينما لو بالخليج لو بغير شيء ممكن تقعد دراسات وتقعد ناس لا مختصة لا شوف دكتور صالح راضي شنو الكتابين متجاوزيها زين هذا ما ممكن يتوزع على أندية دكتور هذا ما بي شيء الآن يفيد الأندية هذا فقط يقنع الأندية بأنه لازم يروح باتجاه الاختبار والقياس مو صح؟ اي بس ما يضيف لهم شيء جديد اي الأندية. بس لازم يعني أنه أكو معلومات أكو هذا الفكر ها إذا ليش ما سويت مؤتمر دكتور؟ مؤتمر بهذا الخصوص؟ بخصوص هذا يعني تشرح بي اليوم هذا راح يصير بالكلية هذا عندنا احنا هذا الموضوع بتسلسل يعني بتسلسل الخطوات إذا على الكتاب فهو بالكلية راح نقره
نمشي عليه مع اللجنة العلمية في الاختبار القياس وعمادة الكلية، يعتمد هذا الكتاب يصير مرجع. لكن على المستوى التدريب بالكرة العراقية عندنا استعداد نسوي محاضرات مهمة ومفيدة للمدربين، ربما لا يقتنع البعض، يعني تدري هاي عندنا الاعتداد بالنفس والنرجسية لدى البعض تمنع من أن يقعد ويسمع عراقي ينطي ملاحظة أو مهمة، لأنه كليتنا مؤمنين بين العراقيين ليست لديهم عقول وليست هنالك علماء في العراق. زين، هاي فكرة مسيطرة على الأغلبية بين العراقي ما يفتهم. زين دكتور، أنت كاتب تقويم لا تقييم، تقييم لا تقويم. نعم. من اللي يقيم ومن اللي يقوم؟ نبيل اللي يقيم أو فلان اللي يقيم أو المصور اللي يقيم؟ لو أكو شخصيات هي اللي تقيم وتقوم، يعني هذا كتابك لمن مختص؟ مختص لمدرب، مختص لرؤساء اتحادات، مختص لمؤسسات حكومية، لو مختص للجميع، أنه خلي الحياة العامة. هو بشقين، الشق الأول عام والشق الأهم اللي احنا اختصاصنا. يعني الشق العام، الآن حضرتك مقدم برنامج، من يقيمك؟ زملائك صح، الناس اللي عندهم خبرة في مجال التقييم يقولون نبيل جيد، جيد جدا، ممتاز إلى آخره. من يقومك؟ الدورات التدريبية اللي تروح لها، الأنشطة، شوف شنو أنتوا الأساليب اللي عندكم تطور قابليتك في. زين، منو اللي يقوم المدرب؟ أنت من قلت لازم يعرف الاختبار والقياس والها، منو اللي يقومه؟ أوكي، عرف المدرب ما يتحدث به صالح راضي. نعم. لكن منو اللي يقومني أنا اليوم كمدرب؟ كمدرب إحنا نقيمك ونشوف درجة، يعني أو لو عمله هو اللي قيمه من خلال. لا لا، شوف، هو هذا خطأ أيضا، خطأ شائع أنه النتائج تعتبر في العراق هي المعيار للتقييم، وهذا أيضا خطأ، لأنه كثير من مباريات تفوز بها أنت ما تستحق الفوز. صح. أو ربما يعامل الصدفة أو ينطرد فريق من الخصم أو ظروف معينة، هذه الفوز والخسارة يعني لها نسبة من التقييم، لكن مو هي بس التقييم الأصلي، إنه اللاعب يتطور عندك إلى مستوى بحيث تحس إنه هذا اللاعب يعني كانت سرعته 14 ثانية صارت 13 ثانية، يرفع 50 كيلو صار يرفع 60 كيلو، المطاولة مالته كانت مثلاً 1000 متر صارت 3000 متر على سبيل المثال. فهذه مواضيع التقييم مهمة جداً. من يقوم المدرب؟ هو واجبنا إحنا كلجان استشارية، كلجنة فنية، كاتحاد، من واجبنا أن نقوم المدربين عن طريق إقامة الدورات وتوفير المجالات الأخرى اللي هي مثلا المعايشات أو مثلا إدخالهم في امتحانات دورية مستمرة، وهذه وسائل كثيرة لعملية التقويم إن شاء الله. زين، بصراحة أحكيك بصراحة، البعض أنتم اليوم كلجنة استشارية مقتنعين بالعمل بالاتحاد دكتور، دايما أخذ بكلامكم حتى نكون واقعين، لأن أنا ممكن وراك أنا أسمع. نعم. إنه اللجنة الموجودة بالاتحاد ما إلها دور، ما إلها كلمة من خلال التسميات، من هذا أنتوا هم تسمعوا أو الناس ممكن ما تحكي أمامكم، لكن أنتوا اليوم دوركم بالاتحاد ناجح، صوتكم مسموع كلجنة استشارية. أيضا راح أجاوبك بشقين. الشق الأول، نحن نعمل في اللجنة بنسبة خلينا نقول 80 إلى 90% نسبة عملنا وجهدنا وتقييمنا، بس على صعيد الشخصي أعتقد أني لحد الآن ما واصل 5% مما أريد أقدمه للاتحاد. نعم، هنالك فرق، إحنا الموجودين هي أسماء كبيرة، يعني بالنسبة لأنور جسام، كابتن نور جسام، حسن فرحان، نزار أشرف، أسماء كبيرة في كرة القدم وإلها تاريخ، وتشريف لهم في هذا المركز على بالرغم انه معلوماتهم كبيره وخبرتهم كبيره، لكن ايضا هو احترام وتقدير الى تاريخهم والى، فهذا جزء من مفهوم العمل كمستشارين. وهو صار الاتفاق يعني مبدئيا باللجنه يعني انه الراي يكون استشاري ليس اكثر من استشاره، يعني احنا ما نجبر الاتحاد او ما عندنا سلطه تجبر الاتحاد على اتخاذ قرار معين، لكن ننطي اللي يريده أو اللي نؤمن به، وبقى الاتحاد هو اللي يقرر. تمام. نعم. الحارس أستاذ ضياء
جبار حارس مرمى نادي الصناعة، المدرب حراس مرمى نادي الصناعة يقول: سلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ نبيل وبرنامجك وطن سبورت المحترم، وحبي وتقديري إلى أستاذي المحترم دكتور صالح راضي الشخصية الأكاديمية. يقول: صاحب الخلق الرفيع ومن المدربين المميزين الذي أشرف على تدريبي، وللشرف أن عملت مع القدير صالح راضي، ونحن نتعلم منه لأنه أكبر وأكثر منا تجربة ومعرفة. سؤالي: لماذا لا يوجد مختص في حراسة المرمى في اللجنة الفنية؟ وهل تسمية مدربي الحراس تخضع المعايير؟ مع فائق تغذية واحترام. بالفعل ليش ماكو لجنة؟ أو ليش ماكو شخص يقيم الحراس؟ احنا بالواقع حارس المرمى هو لاعب كرة قدم، لاعب كرة قدم يتميز عن اللاعبين بأنه يمسك الكرة باليد في منطقة معينة محددة، هذا الفرق. إنما هو لاعب بالفترة الأخيرة صار يعني بالسنين بعد يعني أعتقد كأس العالم أعتقد 74، بعدها قام يصير اختصاص، أو بالسبعين صار اختصاص حارس المرمى كمدربين. لكن هذا ما يمنع أنه أنا هسه الآن أقدر أدرب حارس المرمى، ما عندي مشكلة. يمكن حتى هو الكابتن ضياء أنا دربت من كنا جزء من التمارين كنت أنا أشتغل وياه كمدرب، لكن أن يختص مدرب حراس المرمى هو أفضل. ماكو فرق أنه يعني إذا أريد نقيم مدرب حراس المرمى، يعني مو حارس مرمى يقيم، يعني قصدي مو مدرب حارس مرمى حراس المرمى هو اللي يقيم حارس المرمى. حراس مرمى العراق مثلا اليوم احنا شفنا منتخب الناشئين، الحارس كان موفق جدا في هذه المباراة، معناه مو بس المدرب او حارس المرمى يقدر يقيم او يقوم بعدين بالتدريب بالمشاركة مع مدرب الحراس في تقييم عمل الحراس. بالتالي يعني عملية ما نعتبرها منقوصة، وإن كان هو هذا حقهم يعني كحراس. إيه مو يحسون إنه دا ينظلمون؟ يقول لك إحنا مثلا نريد واحد يجي يقيمنا، حتى مثل مني قيمة فلان حارس وفلان حارس وفلان حارس يعرف. يعني صح؟ من حقهم، من حقهم، بس هو ماك فرق كبير يعني ماك فرق يعني كبير. نقدر نعرف إنه هذا حارس مرمى ينقصه فلان شيء، ينقصه بقوة، ينقصه بسرعة، ينقصه رد فعل أو مكانه غير صحيح، يعني مو صعبة على. بعدين إحنا هو هذا مو اختصاصنا، يعني إحنا الموضوع الكادر التدريبي هذا اختصاص المدرب، المدرب هو اللي يختار الكادر التدريبي المناسب له. تمام. كرار الشرطاوي: السلام عليكم، تحية للجميع، أحب أن أقول بالحق والكل يعرف أنه أنا ما أجامل، دكتور صالح راضي أفضل شخصية وصاحب شهادات كبيرة ويمتلك عجائب ونظرة تدريبية وكل ما يصب للعراق والمنتخبات الوطنية، لكن أنا مصدوم، الدكتور مختفي وأنا لا أعرف لماذا، لأن لا يوجد معه أحزاب تميل معه، مع العلم الدكتور ما يحتاجني ولا يحتاج الاتحاد أو الأندية، صالح راضي اسم على مسمى. بالفعل دكتور ليش غايب عن الأندية يعني والتدريب؟ أول شيء تحية الكرار الشرطاوي، ويمكن صار سنين ما سامع صوته، وما يعني تحية لجمهور الشرطة أيضا. اللي تعرضت له في فترة تكالب عليه ثلاثة رؤساء أندية، تم التشهير وتشويه صورتي في كل محفل المحافل الرياضية سواء في الاتحاد أو في الأندية، بحيث الآن إذا حضرتك تريد تتصل بي تقول لي أنا أريدك تدرب عندي، بس يسمعون صالح راضي راح يتدرب الفريق الفلاني، رأسا يتصلون بي يقولوا له دير بالك تجيب صالح راضي لأنه يشتكي عليك. يعني اللي يشتكي عليهم يعني اللي ياخذ حقك يريدك ما تشتكي عليه، وهذه مشكلة سببت لي. لكن يعني تدري الموضوع الحلال والحرام يعني فشيء يعني مقدس عند الإنسان. أنا ما يصير يعني بالفعل أنت تروح تشتكي دكتور؟ إيه طبعا أنا عندي حق، يمك إذا ما تعطيني أروح أشتكي عليك. وبالاتحاد واشتكيت أكثر مناسب، لأن ما ينطق فلوسك أنت تشتغل شنو يعني. يجي واحد مثلا يقول لك والله الأسبوع القادم أنطيك فلوسك، بس توقع وياه، وإذا تمشي هاي صار 7 سنين أنت ما أخذ فلوسك. أو مثلا واحد المن يطلب صالح راضي؟ أطلب أندية كثيرة، الأندية أطلبها، كل الأندية أطلبها، ماكو فريق ما أطلبها. عدد هوك
عدد هوك ما اطلبه. الفريق كل الفرق اللي دربتها اطلبها فلوس. تمام، انا جدا اشكرك واتمنى لك التوفيق بكتابك. الله يبارك فيك. هاي النسخه مالتك يعني هديه لك. اتشرف. فان شاء الله بعد البرنامج استلمك اياها وناخذ صوره ان شاء الله واعلنها ويا صوره البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. انا جدا اشكرك دكتور وبالتوفيق لك، واتمنى انه يؤخذ بما تحدثنا به، بالاخص بهيك مفاهيم، هكذا مفاهيم، هكذا امور. لكن اذا نريد نتطور، اذا ما نريد نتطور اعتقد ما يفيد الكلام. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر موصول المخرج حيدر والاخوه خلف الكواليس. نلتقيكم يوم الاحد باذن الله. هذا انا نبيل طارق في الاعداد والتقديم، الى اللقاء.